واصبح النور واصبح الربح. كبداتي الفنات خواتاتي العزازات، كي دايرين المتتبعين والمتتبعات فين ما كنتو؟ احسن صباح، صباح سعيد لكم كاع كاملين البنات. صباح النشاط والحداقه يا البنات، ما كاين زعما ما نعاودش لكم. واخا البارح كان الفيديو ديال البارح ديال تاجلات لينا الجلسه، شي وحده اخرى كل راه تبكي، كل راه خنونته طايحه، وكل راه ميمسي وهادي وديك. انا ما كاينش صافحه مخدمه ديك تعالى تشوف كي وليت. الله الا حق الله العلي العظيم البنات كانوا كيقولوا لي في التعاليق شويه صباحتي اللي جات معاك. لا استسلم ابدا، لا للاستسلام، غادي نعيشوا كيف ما كانت الظروف الحمد لله. واخا المصير ديالنا بالمحكمه مربوط بالمحكمه، واخا نعيشوا داكشي اللي قسمنا الله سبحانه وتعالى، ما عرفنا الخير فين كاين البنات. المهم انا صافحه النشاط والحيويه ومصايبه الفطور، كاين واحد المفاجاه ندى ونوران، مشيت خرجت جبتها ليهم البنات، جبتها ليهم اليوم. المهم انا حتى تنصايب الفطور، حط لي من الفطره وعاد نجبد ليهم واحد الحاجه نورهان تدير ليا. يلا فايقه من الناس، شنو لا تدري يقول لي مصباح الخير، واخا ما تبانيش راك باقي ما لابساش التويج، قول لي مصباح الخير. صباح النور لينا، يلا نوضي كلمي لينا. لينا لينا اجي يا بنتي اجي، ديروا براد عميري البنات تاعكم. اتاي عميري البنات النعناع ملقم، تلاقيت مع واحد المتتبعه فاش كنت كناخذ النعناع، قالت لي انت صباح راك كتاخذي النعناع ملقم. صافي راه حنا حفظناك في الفيديوهات ديالك الحمد لله. حب الناس البنات ما كيتباع ما كيتشرى، كنقول لكم لا يقدر بثمن. غادي غير نفطروا، غادي نوري لكم الهدايا البنات اللي توصلنا بهم، وغنحلوا مباشره قدامكم. شي تيبغي يقلع عليك وشي تيعطيك، وكتصيبي الخير في الناس من تيسع ما كتصيبيهمش في اقرب المقربين ليك اللي من لحمك ودمك. الحمد لله اللهم لك الحمد، رزقنا دا اونور هان كيجي حتى لبين يديهم الحمد لله اللهم لك الحمد. الله يخلف على المتتبعين والمتتبعات اللي دائما مفكرين هما البنات. غادي نفتحوا الهدايا وشي تيقلع عليك وشي كيعطيك، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. البنات البنات تيعطيك وشي تيقلع عليك، وهذه هي الدنيا، ما كيبقى فينا الحال على حتى شي حاجه. الا بغاك الله سبحانه وتعالى كيرزقك حب الناس وكيرزقك المحبه ديالهم الحمد لله اللهم لك الحمد. وان ينصركم الله فلا غالب لكم، ودائما الله سبحانه وتعالى كيرزقنا من اوسع الابواب البنات ومن فضله، ويسخر لنا العباد ديالو ندى ونورهان. نفطروا ونفتحوا الهدايا اللي وصلوهم. أبلا انا جلست البنات عرفتوا تصوروا، كنفرحوا حنا الكبار اكثر من الصغار وحق الله العظيم البنات. وحتى المتتبعات خواتاتي الغزالات الفنات كيكتبوا لي في التعليقات يقول لي والله صباح لا ملي كيوصلكم شي هديه كنفرحوا حنايا بحال لا جاتنا حنايا ريوسنا، مادام جات لنا دا ونورهان بناتنا فرحنا كنفرحوا. شكرا لكم، الله يحفظكم والهلا يخطيكم يا ربي امين. نورهان نوضي شعلي الضو الله يحفظك. لينا شعلي ماما الضو، يلا شعلي الضو، شعلي شعلي كويده، وشعلي شويه ديال الاكليغاج ديال البنات. اشوفوا انا جايه باستعدادات ديالي، الموس والسكينو، لا شعل الاخر اللي حداه، هذاك هذاك النيش شعل كسوه بالترفيع ليها بعد خوده انت. صافي دابا نعطيها لبنتي. اوبلا برافو عندي زعبان هذوك، الله يقلتي بلاتي شدي بلاتي تما وجلسوا حتى تنكمل. انا قلت لنور هان قلت لها جلسي ما تجيش لهنايا الا كانت شي حاجه ديالك غادي نعطيوها لك. المهم البنات في البدايه كنبغي نشكر اي وحده سبق ليها وصيفطات لنا شي حاجه، اي وحده تفكرات البنات شكرا لكم بزاف بزاف. شتي غير مجرد دوك لي كومونتير اللي كتكتبوا هذوك راهم صدقه تتبقى لكم، لا سواء
تعليق ولا مواساه لنا داو نوره ولا كيف ما بغى يكون الحال. شكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا لاي وحده سبق لها وصيفطات لنا داو نورهان الهدايا ديالكم، الله يرزقكم من اوسع الابواب. المهم البنات، هذه الهديه دي توصلت بها من كازا، من الدار البيضاء، من عند واحد المتتبعه، كنشكرها بزاف بزاف. تواصلت معايا في الانستغرام البنات، دازت عندي الانستغرام وقالت لي صباح بغيت نصيفط شي هدايا لنا داو نورهان. قالت لي صيفط ليا لادريس ديالك، السميه والكنيه، صيفط لها الغد ليه مسكينه. حتى قالت لي هاكي ها الورقه ها الكود باش تخرجي. والله الا عرفتي تفاجات البنات وحق ليله، هاي الله عرفتي شي حاجه كتجيك غير متوقعه كتفرحي بها. الكادو كيفرحوا به الصغار، كيفرحوا به الكبار، الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربي كبير، رزقنا داو نورهان عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى دائما كيعوض على البنات، دائما كيعوضنا خير. فإلى مات باباهم فرزق والله سبحانه وتعالى، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. واحد تيقلع عليك وواحد تيعطيك وغاديه بحال ما كنت، هذا هو حال الدنيا البنات. نبداو دابا نحطو عشان صبحت عليهم في البوسطه عشان الصباح. المهم نادرة كانت سبيسيال في هذا الشيء، حتى نبغي نبدا نفتح تقول لي يا استحالة تاعي غايبة المدرسة. كاين هاد البلاستيك البنات، ها نتوما تشوفوا محافظ بارك الله جو. هذه كاين هاد المحفظة البنات ديالك، هذه باينه تكون ديال دادا لحقاش، هي ديالك انت بانت ليا في الروس. ها قلتي تما غنعطي لك، قلتي غنعطي لك هذه انا يا زو انا. هادي ديال نورهان شفتها، هادي واعره فنه، هاد اللون اصلا ما عمره ما كان عندي. داينه ديالي هادي حيت هادي فيها النقاط ديال الكبار. واه وهادي راه لقات لي السيده فتحها ايش نشوفو. واو شنو فيها، شوفوا لا 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 على البنات زين لا شي عندهم خلاص. ماما راه ماما راه تتحزر في نوران وتشكر فيها. لا ما لا كل شيء يجي معها تبارك الله. وعرفتوا خصوصا البنات ملي تفشات تبعات مع مركز النور عند دكتوره اكرام ياسين، والله الا غادي وكتفش مع الاكل الصحي الحمد لله. اللهم لك الحمد كلشي يسمع عليك مع زوينة. ها شوف دكتوره، ها تتشكري فيها، انتما تتشكر في الدكتوره اكرام ياسين، قالت لك راه كلشي تسنط لها الهضره معايا زوينة. وفعلا نيت الله الا تبارك الله وما شاء الله عليها، الجمال ديال القلب ديال الواحد تيعكس ليه واحد النور على وجهه، عرفتوا فن غزاله غزاله غزاله. ديك السيده كتحمق الاخلاق ديالها، الله عمر ليها الدار. المهم البنات ها نتوما التريك وحده صيفطات لها السيده من كازا، الله يخلص عليها هانتي تتقيسي. لا تنساليو الفيديو. واو شوفو 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 هانتي دابا تي ونادا، هادو معايا جوج بنيوتات تي وخت. انا قال لي شعري غوز. شي شعرك غوز يا شعر ازرق، الله يخلف عليها. شوفوا ثاني البنات، اوه بلا انا دغيا كان هاد الدواء قلب حالي
عرفت حين تما الفين كيصيفطو لكم جوج بحال بحال وليني قال كبر بها غادي كبر مني تتولي شي قلت لك المهم شوفوا المحفظه ديال نور انا دي فن غزاله نقولوا لخالتي شكرا اللي صيفطات لك هادشي شكرا 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 لك بزاف خالتو باش هاد المحفظه تفنا عندها لا تخص ديالها واقيلا ما عندهاش ندير لها شي اوه بحالك والله الا بحالك هادي تندي لا لا ترس لي عطاتني هذا شوفوا فن عرفتو طيبين وفيهم فيهم هنايا عنديرو مخيطة خيطات هادي فنين غزالين والله العظيم بحال ديالك تماما شفتو البنات عندي هادشي مخيطه طويل عرفتو ديال دومي سيزون والله الا لهناتني السيده منه مع فعلا النيت بدا الحال تيبرد واحد شويه غادي تم جاي البرد فكاتني منه الله يخلف عليها الله يقوي الخير اوه بحال ديالك اوه النيت خواتات تقول لي اني ما عارفه ما تبقاش هذيك المحفظه ثقيله هذيك راه كتجر ماشي كتهز اللي ولا ما تنطلع انا الفوق القسم صح هاتوا شوفوا البنات هذه حتى هي ديال ندى انا وياها وفنتي ها انتي لا هي ماماكم امنا فنتي تما صافي تنعلقوا هنايا شي حاجه نعلقوا شي مينيكا صافي تي انا وندى هذوك وهادي التيا شوفوا من جرا ما ناسياني شوفوا شحال زويونين هاد الحويجات فنين وغزالين شكرا ليك اختي شكرا لك بزاف بزاف شكرا على الحب ديالك يكفي وحق الله العلي العظيم يكفي ان بنادم كيتفكرك تيقول لك لو جيست كيكون تعرفتو ندى ونوران وحق الله العظيم راه واخا غير شي حاجه بسيطه كيعطي لهم شي واحد ولا بحال ما كنخرجوا كنتلاقاو مع المتتبعات ولا كيصيفط لنا شي واحد شي ميساج كنقرا كنشوفو في الانستغرام وتنقرا والله العظيم البنات لا كنفرحوا بزاف لان تيقول لك الكلمه طيبه صدقه فما بالك بالهديه شكرا لك بزاف اختي الله يرزقك من اوسع الابواب يا ربي امين المهم البنات انا حاولت انني نشارك معاكم الهدايا اللي وصلوا لندى ونورهان من متتبعه من مدينه الدار البيضاء شكرا لك بزاف والبنات اللي تيشوفوا هذا الفيديو الله يرزقكم نتوما هدايا ويرزقكم من اوسع الابواب ويرزقكم من حيث لا تحتسبون يا ربي امين نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله على القناه البنات السلام عليكم